في إطار المجهودات الحثيثة المبذولة من طرف الفرق الجمركية عبر الإقليم البري الجوي والبحري للمديرية الجهوية لجمارك تلمسان لأجل مكافحة كافة أشكال الغش التهريب التجارة غير الشرعية، سجلت مصالح المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان خلال التسعة الأشهر الأولى من سنة 2024 116 عملية حجز في مجال مكافحة التهريب بشتى أشكاله والتجارة غير الشرعية، أسفرت عن توقيف 142 مخالف. على رأس هذه العمليات سجلنا 23 عملية حجز متعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أسفرت عن حجز 49 كيلوغرام و650 غرام من الكيف المعالج، كما تم حجز أكثر من 70803 وحدة من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع بالتنسيق والتعاون مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. وعلى إثر هذه العمليات تم توقيف 39 متهم وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة. بالنسبة للمحجزات من الأسلحة والذخيرة، فقد تم حجز مسدس آلي مستعمل 95 طلقة وبندقية صيد بحرية مستعملة. أما بالنسبة للعتاد الحساس، فقد تم تسجيل حجز 8 مناظير مستعملة، 25 كاميرا مراقبة، 3 طائرات درون، وكذا 75 كيلوغرام من مادة البولياميد. من جهة أخرى، وفي 16 عملية تم حجز 323 علبة سجائر و103 و638 وحدة من الشمة، كما تم حجز 10233 وحدة من المشروبات الكحولية، حيث أسفلت هذه العمليات عن توقيف 20 مخالف. أما بالنسبة للعملة الصعبة، فقد تم حجز 8440 أورو 33000 فرنك سويسري، 100 غرام من مادة المعدن الأصفر وستة قطع من اللويز، كما تم حجز بضائع أخرى تمثلت في 141 علبة دواء، 2921 كيلوغرام من الملابس والأحذية المستعملة، و200 وحدة من الملابس، و586520 كيلوغرام من الموز استعملت لإخفاء الغش، 174 قنطار من الكمح من القمح اللين، 12000 و699 كيلوغرام من الفواكه، 22610 وحدة من الشمينغون، 1267 علبة من القهوة، 570 وحدة من المشروبات الغازية، 807 علبة و59 كيلوغرام من الشوكولاتة، 444 قارورة مشروبات غازية، 687 علبة من أغذية القطط، 548 قطعة غيار مستعملة، 2262 وحدة من مواد التجميل، 9 دراجات هوائية مستعملة وأجهزة كهرومنزلية مختلفة. بالنسبة لوسائل النقل، فقد تم حجز 37 مركبة بما فيها السيارات الشاحنات الجرارات والدراجات. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية للبضائع المحجوزة خلال الفترة المذكورة، فقد بلغت بالدينار الجزائري 1,717,000,000 مليون و17,054 دينار، أي أكثر من 171 مليار سنتيم، كما قدرت الغرامات المستحقة ب 4 مليار و528 مليون و264 ألف و163 دينار، بأكثر من 452 مليار سنتيم.